أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب في اللقاء التاسع من لقاءات برنامج مساري للتعريف بالكليات الذي نستضيفه من خلاله كلية السياحة والآثار باسم عمادة السنة التحضيرية. نرحب بسعادة الدكتور فهد بن علي الحسين وكيل الكلية للتطوير والجودة، فليتفضل مأجورا. السلام عليكم، لعل الصوت واضح ولا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي يعني أن أشكركم حقيقة بالحضور، لأعرف بشكل مختصر وموجز، وأرجو إن شاء الله أن نقدم لكم ما تطمحون أو ترون أنه مختصر ويفيدكم مباشرة ويجيب على تساؤلاتكم مباشرة. طبعا الكلية، كلية السياحة والآثار، هي كلية ناشئة في الجامعة وجديدة ما قديمة، تأسست في 1426-2005، بدأت الدراسة فيها في 2006 1426-27 العام الجامعي 26-27. الكلية يعني ربما ما أعرف هل تعرفون مكانها، هي وقت الحاضر تقع في بجوار إدارة الجامعة، هي قريبة من إدارة الجامعة، جنوب تقريبا قريب من المستشفى الجامعي الأقرب يعني، لكنها حاليا تقع داخل مبنى كلية الآداب، ونحن في بدأنا الآن، وضعت أساسات الكلية وموعود الكلية في خلال سنة أن تنشأ مبنى جديد للكلية ويكون مجهز بكل متطلبات يعني الكلية، وقد حرصنا أن يكون هذا المبنى يعني يلائم أو يتواكب مع المظهر الحضاري لتراث المملكة والسياحة في المملكة ويعبر عنها، وفي نفس الوقت أيضا مريح للطلاب. بشكل سريع، طبعا عندنا حقيقة الكلية لديها مجلس استشاري، وهذا المجلس الاستشاري يرأسه سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وهو رئيس المجلس، وهو داعم لنا، وهو من الناس اللي دعموا تأسيس أيضا هذه الكلية ولا يزال، وبالإضافة إلى معالي مدير الجامعة، هو ينوب أو نائب للرئيس، ويضم هذا المجلس وحظينا حقيقة بمجموعة من نواب الوزراء والوزراء في هذا المجلس، ويتخذ حقيقة مجموعة من القرارات الداعمة والمميزة ولصالح الكلية ولصالح أيضا خريجي الكلية وتطوير مناهج الكلية وإتاحة كل المرافق الخارجية للكلية. فعندنا داهية تميزة تحت لنا الجامعة، أيضا سمو الأمير بثقله ووجوده هو دائما معنا في هذه الكلية. عندنا حقيقة بالكلية ثلاثة أقسام بما أنها كلية ناشئة: قسم الإدارة السياحية والفندقية. قسم الإدارة السياحية والفندقية هو يعني مسارين، يأخذ مسارين، مسار الإدارة السياحية ومسار آخر، يعني تخصصين فرعيين: الإدارة السياحية وإدارة الفنادق. والإدارة السياحية هي إدارة وضع برامج وتخطيط وغيره، طبعا تحت فرع الإدارة. الطالب الخريج هو يتخرج كمدير مساعد يعني، وطبعا البرامج اللي نقدمها تساعده على أن يتأهل في هذا الجانب. والجانب الفندقي أيضا يدخل الطالب أو يتخرج الطالب وهو يستطيع أن يدير الفنادق الدولية، وعندنا طبعا عدد من الطلاب في هذا التخصص اجتمعنا فيهم الأسبوع الماضي، وكلهم ما شاء الله حظينا بمسؤولين كبار
في هذه الفنادق والمنتجعات وغيرها، أيضا نجدهم في المطارات في الحجوزات، وأيضا شركات الحجوزات المحلية أو الوطنية نشوفهم في 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 الطيار، وأيضا في الخطوط السعودية. كلما أنا شخصيا أذهب في أي مكان في هذه الأماكن اللي تقدم فيها خدمات للمسافر أو للمقيم أجد من طلابي هناك. أيضا قسم آخر وهو قسم إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي يقدم تخصصين فرعيين. التخصص الأول في إدارة موارد التراث، ونقصد بموارد التراث هو كل التراث الموجود في المملكة، سواء كان تراث طبيعي اللي هو البيئة المحلية، أو تراث اللي هي المباني والمواقع الأثرية وما يعرض أيضا المتاحف وغيرها ما تعرض فيها. كل هذه يقوم أو يهيئ هؤلاء الطلاب الخريجين يعني ليصبحوا مدراء لهذه المرافق أو هذه الإدارات للتخطيط والتطوير وغيرها. أما الإرشاد السياحي فهو أيضا فرع آخر أو مسار آخر في هذا القسم، وهم يتخرجون الطلاب ليديروا المجموعات السياحية، والسياح يستقبلون السياح الخارجيين وضيوف الدولة وغيرها، وتعرفون هناك طلب كبير جدا على هذا الجانب في المملكة، وكل هذه التخصصات حقيقة هناك طلب كبير عليها يعني ما يأتي من المملكة من السياح والوفود الخارجية لاستقبالهم. وهناك حقيقة مجموعة من المشاريع التي توليها الهيئة السياحة والتراث الوطني بشكل كبير للتعريف بالمملكة وتراث المملكة، وأيضا يعني النشاط الحضاري والتراث الحضاري الذي والحضارة التي تعيشها يعني المملكة في هذا العصر وهذا العهد الزاهر. ولدينا هناك كثير من الطلبات حتى تأتينا في الكلية. هناك أيضا قسم الآثار، وهو قسم أقدم قسم ناشئ في الكلية، وهو يهتم ب يعني البحث عن الآثار والتنقيب عن الآثار وتسجيل الآثار والتعريف بهذه الآثار، ونشاط كبير جدا في هذا القسم. طبعا لكل هذه الأقسام هناك جانب مهم جدا، وهو التدريب بناء على حسب التخصصات. يمكن يهمكم هذه الشروط القبول واختيار التخصص. شروط القبول، طبعا البرنامج هو كل يعني الآن متاح حقيقة الخريجي التحضيرية العلمية أو التحضيرية الإنسانية، ولأول مرة هذه السنة نفتحها لأيضا قبول من التحضيرية العلمي. والطالب عندنا يدرس 128 ساعة مع طبعا في خلال 3 سنوات، وبعد انتهاء هذه يمكن النسب هي طبعا على تفاوت ما بين 2.25 إلى 3.3 من 5 نقبل بهذه المعدلات. طبعا لكل قسم له نسبة 3 للإدارة السياحية والفندقية، لأن هناك طلب. عدد الطلاب عندنا تقريبا 600 طالب، تخرج في حدود 800 طالب من الكلية، وكلهم بفضل الله عز وجل يحظون أو جزء كبير منهم يحظى بوظائف، وجزء منهم اختار أن يلتحق بالابتعاث الخارجي في مشروع خادم الحرمين للابتعاث، وهناك مجموعة كبيرة منهم، أيضا بعض منهم دخلوا في كمعيدين ومحاضرين سواء كان عندنا بالكلية أو في الجامعات التي الناشئة التي فيها هذه التخصصات. التخصص عندما تأتي وتقبل في أو تحول إلى الكلية
يقبل الطالب في أحد هذه الأقسام بناء على معدله و معدل طبعا التراكمي الذي يأتينا من التحضيرية. يبدأ الدراسة في المقررات بمواد عامة لمدة 4 فصول، ثم في آخر فصلين يبدأ يدخل التخصص تقريبا في المستوى السادس أو السابع والثامن، أو بعض الأقسام السادس والسابع والثامن، هنا التخصص الدقيق حسب مسارات الأقسام. ثم يدرس طبعا هذه التخصصات أو هذه التخصصات الفرعية، وبذلك التخرج. طبعا خرجنا حقيقة هذه أول دفعة تخرجت من الكلية، جزء منهم الآن محاضرين عندنا بالكلية، وأيضا في كليات أخرى وجامعات أخرى، في جامعة حائل، في جيزان، في أماكن أخرى. هذه مجموعة حقيقة من الشباب في دار السياحية، خريجين إدارة السياحية في أحد الفنادق التي تدربوا عليها أو تدربوا فيها. وطبعا هناك برنامج متكامل للتدريب على الإدارة الفندقية. مجموعة من الطلاب مع بعض موظفين حقيقة في إدارة التي يعملون فيها أو ساهموا في العمل فيها، ويساهم فيها طلابنا في إدارة المعارض والعروض طبعا من ضمن التخصصات. هؤلاء الطلاب الفندقة وتخصصهم يعني دقيق ومهم ومطلوب كبير جدا في الفنادق السعودية، وعليهم يعني كل الخريجين ذهبوا أو تم توظيفهم أثناء التدريب. وهنا يظهر في الصورة طبعا وكيل الجامعة وعميد الكلية السابق ورئيس القسم والطلاب. طبعا الوظائف يمكن بهمكم كثير، الوظائف التي أو المتوقع يتعين عليه الخريجين الكلية، لدينا تصنيف لوظائف خريجي الكلية على عند وزارة الخدمة المدنية. هذا التصنيف يبدأ من المرتبة السادسة إلى المرتبة 12 أو 13، يعني الخريج أو هو وظيفة واضحة لديه ومسار واضح، عندما يتعين من هذه يجد له سلم يترقى فيه. يمكن لو دخلت على يعني على وزارة الخدمة المدنية ستجدون مجموعة من الوظائف تحت وظائف السياحة والأثار والمتاحف، وتحت المجموعة العامة طبعا هي سلسلة تحت الوظائف الثقافية والاجتماعية، تصنف حسب ديوان الخدمة أو وزارة الخدمة المدنية تحت الوظائف الثقافية والاجتماعية. الخريج مثلا بعطيكم مثال، يتخرج باحث تطوير سياحي مساعد على المرتبة السادسة، ثم يترقى إلى باحث تطوير سياحي وكبير أخصائي تطوير سياحي بمرتبة 12، مرتبة 13 كبير أخصائي تطوير سياحي. هذه كلها مصنفة في ديوان الخدمة. أنا حضرت حقيقة أو تشرفت أن أحضر لدى هناك مشروع ضخم تقوم به الهيئة العامة للسياحة تحت إدارة يعني عندهم إدارة تحت الإدارة هدف في الوزارة، لتعد الهيئة مشروع لتوطين الوظائف السياحية في المملكة. وهناك شركة بريطانية كبيرة وقامت حقيقة بعمل لقاءات ودراسات على تحليل الوضع الراهن واحتياج المملكة من الوظائف، ويعني يستشرفون وضع نظام متكامل وآمن للخريج أو الموظف، بحيث أنه يضمن أهم شيء في الوظائف، يوجد هناك أمان وظيفي لديه، يعني سلم وظيفي يترقى عليه، لديه ممكن يعني مجموعة من الخبرات التي اكتسبها الدورات وغيره، كيف
يستطيع أن يترقى فيها. أيضا كل يعني العلاوات وغيرها والبدلات كلها ستضمن في هذا النظام. وحقيقة أنا عن نفسي سررت لهذا المشروع الكبير جدا الذي قابلوا فيه عدد من يعني المسؤولين بدءا من بعض الوزراء وأيضا وكلاء الجامعات وعمداء الكليات وأيضا المستهدفين من الطلاب الخريجين وخريجات أيضا واحتياج أيضا سوق العمل من رجال الأعمال من الوظائف. هناك طبعا مجموعة من الوظائف سلسلة في المتاحف في إدارة مواقع التراث العالمي، تعرفون مثلا عندنا موقع الدرعية القريب أو العلا أو موقع مدائن صالح، كل هذه مسجلة في التراث العالمي تحتاج إلى مدراء يشرفون على إدارة هذه المواقع ومتخصصين في هذا الجانب. طبعا بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية هناك وزارة العمل، هناك وزارة العمل هناك عمل كبير جدا معها لتوطين الوظائف السياحة والأثار وللقبول عليها، بحيث أيضا الخريج يتعين على في شركات أو مؤسسات مختلفة مثل يعني الأمانات، البلديات، الجمارك، وزارة الحرس الوطني وقبل حقيقة من يعني من دفعاتنا بعض خريجينا في هذه التخصصات، في الضيافة الملكية أيضا، مكاتب العلاقات العامة والمؤسسات، المكاتب السياحية، مكاتب الحج والعمرة، وهذه أيضا قبل فيها عدد من خريجينا. هذه حقيقة بعض الصور يمكن لبعض خريجي الكلية وهم يعني يمارسون أو متوظفين في بعض المؤسسات والشركات. يمكن سمو الأمير وهو داعم للكلية هو أول من حصل على رخصة مرشد سياحي، وعندنا حقيقة الخريج الكلية يحصل على الرخصة مباشرة، هو بحكم أنه حاصل على البكالوريوس فيحصل هذا مقابل اتفاق مع الهيئة، هيئة السياحة، لمنح طلابنا خريجين في خاصة الإرشاد. أو يستطيع أي خريج من الكلية أيضا يلتحق بدورة، ونحن ننسق مع الهيئة لعقد دورة ويأخذ وظيفة المرشد السياحي. طبعا الإرشاد السياحي عندنا في المملكة عليه طلب كبير جدا، خاصة ممن يجيد اللغة الإنجليزية أو لديه قدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، ويعني الموضوع واعد جدا، هناك عدد كبير من الوظائف لاستقبال ضيوف الدولة، كبار ضيوف الدولة الأجانب. وتعرفون المملكة بفضل الله عز وجل مكانتها الكبيرة تستقبل عدد من الكبار الضيوف، ويحتاجون إلى برامج لزيارة والتعريف بالتراث الحضاري للمملكة والتراث الثقافي. أيضا من ضمن يعني الأعمال الإشراف على إدارة المواقع وتهيئتها سياحيا، ولدينا بعض الخريجين وظائف أيضا في إدارة مواقع التراث وتهيئتها، أيضا يعمل الخريجين في إدارة المتاحف الوطنية، ويعمل أيضا قسم من الخريجين في الضيافة الملكية وكبرى الفنادق والمنتجعات في البلد. أيضا يعمل، وأنا حقيقة يعني لم أسعى لآتي بعدد كبير من الصور أشكركم بها، لكن كان ممكن أجيب لكم أيضا يعني خريجين وهم يعملون ممن أنا قابلتهم، يعمل خريجين كمنظمين أيضا للاحتفالات واللقاءات العلمية، وهم مؤهلين ومدربين على هذه يعني على هذا النوع من الإدارة. وعلى فكرة كل هذه في المملكة عليها طلب كبير جدا
لتنظيم، بل هناك الهيئة، هيئة السياحة والتراث الوطني تسعى لأن تكون المملكة هي المنظم الأول في المنطقة للاحتفالات واللقاءات العلمية. عندنا بفضل الله عز وجل هناك قاعات كبيرة وغير مستقلة وغير موظفة بشكل جيد، ممكن احنا نجيب فعاليات وبرامج كثيرة من الخارج، سواء فعاليات علمية أو برامج، ومثل ما نعمل نحن ممكن أنا أحضر دورة أو فعالية في خارج المملكة في فندق أو في مكان احتفال وتقام هذه الدورة وندفع لهم أيضا نحن هذا العائد، ممكن أن نأخذ به. أيضا الخريجين الكلية يعملون كمدراء مطورين للتراث أيضا، يعني كلما مريت أنا على هيئة السياحة، وخاصة في أقسام، لديهم أقسام هناك متعددة، قسم اللي هو برنامج بارع للحرف والصناعات، أجد قسم من طلابي الذين درستهم يعملون هناك ولهم نشاط كبير. يمكن هذه حقيقة بشكل سريع وموجز يعني ما أردت أن أوصله، وأحب أن أسمع منكم كل التساؤلات التي ترغبون أن تطرحوها، وشكرا. السلام عليكم. السلامة الله. كم مرتبة نساء السنة اللي راحت وما هي المقررات للمرسل؟ هذا شغال هذا؟ نعم، طبعا العام الماضي احنا كان يعني 2.75 ورفعناها الى 3. نعم، الشق الثاني من السؤال وش كان؟ المقررات التي تدرس في الكلية. طبعا في تبع كل تخصص، بعض التخصصات مثلا في الإدارة السياحية، في اقتصاديات السياحية، اقتصاديات السياحية في جانب علمي ندرس فيه جوانب علمية إحصاءات، بعض القرارات في ريادة الأعمال، أيضا في إذا تكلمنا عن الفندقة هناك يعني تخصصات في إدارة يعني التواصل مع يعني الزائرين واستقبالهم ونظم الاستقبال، كل هذه حقيقة هذه جوانب تخصصية يمكن ندرسها لو كنت حقيقة تحتاجون لهذا التخصص، يعني وهو موجود على فكرة على موقع الكلية، كل المقررات في كل تخصص موجود، تستطيعون تدخلون على موقع رابط موقع الكلية على الجامعة، وتستطيعون أن تأخذون تتعرفون بشكل تفصيلي لكل تخصص ومقرراته. الله يعطيك العافية أستاذ عمي. حياكم الله. استفسار بسيط، بالنسبة للإدارة السياحية والفندقية، هل هو مثلا واحد دخل يقدر يتوظف خارج المملكة؟ أي شركة؟ فنادق أو أي شيء؟ نعم. سؤال يعني حقيقة متميز، ويمكن لدينا حالتين حقيقة من زملائكم الخريجين من الكلية توظفوا خارج المملكة. طبعا هناك في متطلبات لديهم، هو إذا صقل نفسه بكثير من الطلاب، يعني على فكرة عندنا بالكلية هو يدرس ويعمل مع في فندق أو في أحد المؤسسات، وبالتالي هو يكتسب هذه الخبرة، يكتسب لديه معرفة، يعرف نفسه لدى هؤلاء المشغلين أو أصحاب الأعمال، وبالتالي يعني يتيح له فرصة أن يعني يعرف بشكل أكبر ويتوظف. اللغة مهمة عندنا طبعا في خاصة أيضا اللغة، لكن أيضا الطالب يعني كلما طور نفسه بنفسه بشكل جيد ستعين اللغة بشكل جيد. اللغة الإنجليزية. نعم. تخصص إدارة السياحية، شو تستقبل بعدين الوظائف؟ نعم، الوظائف طبعا في عندنا قسمين. في باحثين سياحيين، هذا على ديوان على وزارة الخدمة المدنية، باحث سياحي
يعني مطور و ومثل ما يعني عرضت لكم أنه سلسلة من الوظائف تبدأ من المرتبة السادسة إلى 13. طبعا أيضا في إدارة المنتجعات، في إدارة المهرجانات والفعاليات السياحية والتنظيم لها. السلام عليكم. الله ما سامع زين. يسأل يا دكتور، هذا اللي كان طرحته قبل يمكن تأتي هنا، يسأل هل المسار أو الكلية في المسار الإنساني فقط أم فتحتوها للمسار العلمي؟ لا نعم، إحنا لأول مرة نفتح للمسار العلمي، ويعني أعطينا نسبة من 1 إلى 3 لقبول المسار العلمي، لأن هناك في حقيقة من خلال التجربة أن المسار العلمي عندنا بعض المقررات اللي تطلب إحصائيات ودراسات وكذا، وبالتالي نجد أن المسار العلمي سيتميز وسيتاح له الفرصة أن يتميز على قرنائه، وكلهم حقيقة متميزين، لكن من خلال التجربة على الأقل أنا اللي أعرفها، الطالب الذي يأتينا، كنا فاتحين للمسار الأدبي، فكان يأتينا اللي عنده درس علمي ولكنه يدرس في المسار الأدبي، كان يعني عنده قدرة أكبر خاصة في بعض التخصصات في الكلية. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد أحمد بياري، سؤالي هو في الأقسام، مثلا لو في قسم موجود أن يدرس يكون يعني أنا أدرس متخصصات يكون أدرس، قرب المايك لو تكرمت، نعم في تخصص اسمه هو او قسم الاثار، هذا يخرج متخصصين في قضايا التنقيبات والدراسات الاثريه والتحليل يعني المواد الاثريه، وطبعا الان زملائكم في موقع العلا يقومون بدراسات ميدانيه تطبيقيه لتقريبا مده 2 شهر، يقيمون هناك اقامه كامله، وعند الجامعه فندق وتجهيزات كاملة لهذه هذا النوع من التخصص. نعم أجبت عليك يا محمد، بارك الله فيك. السلام. السلام عليكم. الله. هل المترجم يقدر يشتغل زي الشباب ما واضح السؤال؟ قل هل المترجم يستطيع يستطيع يعني أن يعمل في قطاع السياحة والآثار؟ المترجم نعم، يعني من تخصص آخر أو يدرس مثلا دخل كلية مثلا اللغات نعم. يستطيع اللغات نعم، واللغات يعني عنده فرصة كبيرة جدا أن يأخذ يحصل على دورة في الإرشاد السياحي ويصبح مرشدا سياحيا، سمو الأمير أنا أريدكم صورته، هو أول سمو الأمير سلطان بن سلمان هو أول مرشد سياحي، وتشوفونه يشرح للناس، يعني هو يقدم نفسه كمرشد سياحي بحكم خبرته، طبعا يعطونه هناك بعض الشروط للتقدم، وهي شروط سهلة ليست يعني صعبة، وهناك احتياج كبير جدا هي لمن يجيد اللغة، لكن يحتاج له قراءات، يحتاج له قراءات كثيرة، يتعرف على التراث وثقافات الناس، لأن خاصة عند السياح الأجانب يسأل أسئلة حقيقة يعني عميقة، يبي يقول لك هذا الشماغ ذا وراه حمر ما يكون أزرق ولا ذا، ها ولماذا طلع كذا، وراه أنا أشوف العقال واحد يلبس كذا واحد يبي يسألك أسئلة، ها كل هذه الأسئلة، وبالتالي يحتاج نوع من القراءات والثقافة والتساؤل، كلكم حقيقة فضل الله عز وجل يعني متطلعين وتقرؤون وتسمعون في السوشيال ميديا وتشوفون أشياء كثيرة، أيضا إذا ما أتيحت لك الفرصة واحتكيت مع الناس وسألت وكذا ستتطور هذه الأداة، لكن اللغة في خاصة في الإرشاد السياحي ما في شك يعني مطلوبة، وكمرشد سياحي أيضا أعلى مطلوبة بشكل أكبر. تفضل. يقدر يتوظف في وزارة الثانية
صحيح نعم. يعني أنا مواقع يعني خبرتي أو من طلابي اللي تخرجوا وجاءوا زاروني والتقيت فيهم، أحيانا بعض الطلاب ما نستطيع التواصل معهم، لكن أنا ربما بحكم أني وكيل الكلية للتطوير والجودة وأنا أعمل قياس أو استبيان لأجمع معلومات عن الطلاب الخريجين وين توظفتوا، أحاول أتصل فيهم وكذا، فعندي مجموعة من الطلاب الخريجين في وزارة الداخلية يعملون وأنا أعرفهم شخصيا، وأيضا ابتعثوا من وزارة الخارجية وزارة الداخلية للعمل في يعني للدراسة في الخارج، أيضا توظف بعض وهي نسبة ليست عالية، لكن توظف مجموعة أيضا في وزارة الخارجية مثل ما قلت لكم، أيضا مجموعة في الجمارك والأمانات والبلديات أيضا يتوظف عليها خريجين. نعم، لدي بعض الأسئلة سعد الدكتور، يقول ما هي متوسط الرواتب في أو لخريجي السياحة والآثار؟ طبعا هو يعتمد على نوع التخصص، لو يعني يستحضرني طبعا في الإرشاد السياحي مثلا على سبيل المثال، لو هو لا يعمل دائما يعني جروبات أو مجموعات تجي على طول، لكن المتوسط 10,000 ريال لي في بمعدل 15 يوم في الشهر عمل 15 يوم براتب حدود أو متوسط الراتب 10,000 ريال، من خلال أيضا الطلاب اللي أنا رأيتهم ما بين 7,000 إلى حدود 8,000 ريال، هذا هو المتوسط اللي أنا سمعته من خلال مقابلتي لهؤلاء الخريجين. نعم، يقول هل هناك دراسات عليا في الكلية؟ نعم هناك دراسات عليا، لكنها فقط في، لأن الكلية ناشئة فهي فقط في القسم الأقدم في الكلية وهو قسم الآثار، فيقبل لمن يريد أن يدرس، وعندنا مجموعة من خريجين أيضا الأقسام يدرسون دراسات عليا وجزء منهم يدرس وهو يعمل أيضا متاح له. يعني الماجستير والدكتوراه. ماجستير والدكتوراه نعم. نعم. نعم، يقول السؤال طلاب وطالبات. نعم، يقول هل هناك جهات خارجية مثلا الفنادق وكذا تأتيكم وتسجل عقود مع الطلاب لديكم؟ نعم حصل، يعني هذا من وقت قريب، يعني جاءتنا حقيقة واحدة من الشركات في الإمارات، وفعلا تم يعني عقد يمكن لطالبين خريجين متميزين، وقابلوهم طبعا في مقابلات، أتينا بمجموعة من الطلاب فأخذوا 2 من المتميزين. نعم، يقول هل هناك رحلات خارجية القصد منها الدراسة مثل الإهرامات و... نعم عندنا حقيقة فيه في أثناء الدراسة هناك زيارات علمية سواء تكون على مستوى المحلي والمرافق والمراكز البحثية والعلمية مثل المتحف الوطني والمتاحف الإقليمية والمتاحف الخاصة والمجموعات الخاصة، أيضا المراكز اللي تم تأهيلها ودراستها، تمتد أيضا في داخل، احنا بدينا في الداخل في جيزان في العلا في المدينة المنورة في المنطقة الشرقية، هناك زيارات علمية لهؤلاء لطلابنا يزورون المراكز، يعني طبعا نعد برنامج تدريبي خاص لهم يتضمن هذه الزيارة، وأيضا نأخذ فيها المعرفة والتعلم، وأيضا تعريف المشغلين أو رجال الأعمال بطلابنا، نخليهم يحتكون مباشرة بطلابنا، وبالتالي هذا نجح بشكل كبير لاستقطاب هؤلاء الطلاب والتعريف يعني وتوظيفهم، كانت فرصة كبيرة جدا حقيقة لتوظيف طلابنا من خلال لما يعرفك صاحب العمل وإمكانياتك وتجلس معه فترة ولو قصيرة يبدأ يعني يستقطبك، وحتى قبل التخرج وعندنا مثل ما قلت مجموعة من الطلاب يعملون وهم يدرسون والحمد لله موفقين، يعني لا هنا ليس هناك تعارض بين دراستهم وعملهم. نعم، يقول هل هناك عجز بنسبة السعوديين في الوظائف مثل الفندقية ووظائف السياحة عموما؟ يعني
نعم هناك طبعا المملكة بحجمها الشاسع وأيضا بالخدمات لا يعني نحتاج سنوات طويلة لتغطية الاحتياج الفعلي. لو أخذنا على سبيل المثال الفنادق، هناك نسبة كبيرة جدا من يعني مدراء والمشرفين على هذه الفنادق كلهم يعني وهو مرحب بهم، لكن كلهم ليسوا من أبناء الوطن، وتطمح الدولة ممثلة في هيئة السياحة والتراث الوطني أن تحل السعوديين ويمسكون، وبالفعل مجموعة الآن من الشباب الخريجين يمسكون مناصب جيدة في إدارة هذه الفنادق. ونتمنى طبعا هناك عدد كبير، أنا ما عندي حقيقة إحصائية، لكن بالعدد الفنادق في يعني وأماكن الإيواء والشقق المفروشة وغيرها عدد ضخم جدا حقيقة في المملكة، يكفي على مستوى يعني مكة أو المدينة هناك عدد ضخم، وأنتم ربما تزورون هذه الأماكن لن تقابل قليل من الشباب تشوفه يعني أما في يعني يسجل وكذا وليس هو مدير يعني لهذه الشركات الفندقية مثلا. وبالمثل في مواقع أخرى يعني الإرشاد السياحي أيضا يمكن أنا عندي إحصائية هناك 2400 احتياج، 2400 مرشد سياحي على مستوى المملكة في خلال الخمس سنوات القادمة يحتاجون 2400. طبعا سيزداد هذه النسبة مع فتح التأشيرات الداخلية لاستقطاب أعداد أضخم، من لأن الحجاج لن يأتي فقط حاج، سيفتح له المجال أن أيضا يأخذ جولة سياحية، وبالتالي نحتاج له مرشد سياحي يعرفه بحضارة المملكة وتراث المملكة. نعم، يقول السؤال عدد الطلاب في كل قسم كم يا دكتور؟ هو طبعا بعدد الطلاب عندنا الآن تقريبا 600. العدد الأكبر يأتي في الإدارة السياحية والفندقية، هناك عليه طلب كبير جدا، ثم يليه الإدارة إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وأيضا هناك نسبة لا بأس بها أيضا في قسم الآثار. دكتور يقصد ابتداء يعني كم يقبل القسم؟ النسب يعني؟ لا أقصد كم يقبل مثلا من طلاب السنة التحضيرية، كم طالب يقبل القسم؟ هو تقريبا يعني النسبة حدود كل قسم حدود 75 طالب بهذا الشكل. طبعا ينظر في المعدل عندما يعني يوجه يعني قد يأتينا من التحضيري وعنده معدل، ما أعرف كم معدله، إذا كان ينطبق عليه الثلاثة وما فوق هو يوجه إلى قسم الإدارة السياحية والفندقية، ودون الثلاثة إلى 2.50 إلى الإدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، ودون 2.50 هو في الآثار. نعم، سعاد دكتور فهد بن علي الحسين وأنتم وكيل الكلية للتطوير والجودة لكلية السياحة والآثار، نشكر لكم حضوركم ورحابة صدركم، كذلك نشكر الأخ محمد الداود على التنسيق المميز ما شاء الله تبارك الله، نشكر لكم أنتم إخوان الطلاب على حضوركم وتفاعلكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.